The Cisco Internet Work Operating System. The Cisco Internet Work Operating System is the system software used for most Cisco devices, regardless of the size and type of the Shinua device. Then is the Shinua system software used for most Cisco devices, regardless of the size and type of the device. إذن هو الـ OS مالت الراوتر، الـ OS بالنسبة للراوتر، ويكون كابيتال الـ I. إذا كانت سمول هي طبعاً هذا الـ OS يكون تابع شركة ماكنتوش أبل، لكن هنا كابيتال خلاه حتى يتميز الـ OS مال الراوتر عن الـ OS مال شركة ماكنتوش اللي هي أبل. Router memory اللي هو RAM use the following applications and the process يحتوي على هذا اللي following applications and the process اللي هو الـ OS and running config. OS and running config تكون موجودة ضمن الرام. Routing table يكون موجود ضمن الرام. ARP cache يكون موجود ضمن الرام. والpacket buffering تكون موجودة ضمن الرام. إذن هذه محتويات الرام بالنسبة للشسمة بالنسبة للراوتر مثل ما تشوفونها رانينج تشغيل الـ OS يتم على الرام عرضة على الرام والراوتينج تيبل ARP تيبل رانينج كونفيجريشن فايل باكيت بافر هاي موجودة كلها على الرام. الروم ستورز ذا فالوينج تخزن شنو ذا فالوينج البوت اب انفورميشن ذات بروفايد The startup instruction يحتوي على شنو البيانات اللي توفر startup instruction هذا من هو هذا الروم البوست اللي هو شنو power on self test عمليات التيست للأجزاء اللي تخص الهاردوير components إذن هو power on self test that tests all the hardware components و limited هذه كلها شنو بالروم موجودة كلها بالروم limited iOS to provide a backup version of the iOS إذن هو هم كذلك يكون limited لتوفير backup version of the iOS واضح؟ هذه هي ما يتم خزنه ضمن الروم هاي هي اللي هي put information put up information post و limited iOS اللي هي provide a backup version of the iOS. Inside of a router هذا اللي محتويات الراوتر هاي اللي تشوفوها اللي هي شنو شو تمثل ال SDRAM تستخدم ايش تستخدم ل holding the running configuration and routing table هاي ال routing table and for the supporting packet buffering هذه شو يسموها ال SDRAM هاي اللي تحتوي على خلينا نقول ال routing table وغيرها من الأمور اللي تخص الراوتر يعني هذا connect to a router حتى نكنك للراوتر تلاحظون هذا الانترفيس اللي موجودة بالراوتر هذا السويتش اون والسويتش اوف هذا المين باور اللي يزوده بالباور هذا يسمونها HWIC slot هذه يخلون بها السيريال شنو سيريال انترفيس يسموها دبل وايد وهاي اللي تشوفوها اللي هي EHWIS 0 هذه يسموها auxiliary port مساعد هذا هو الكونسول بورت RG45 هذا USB يكون ميني USB port وهذا اللان انترفيس هذه اللان انترفيس هذا اللي هي عندما نخلي لها IP وترتبط بكيبل تعتبر هي الجيتوي الديفولت جيتوي هي تعتبر واضح وهذه هي اللي تشوفونها امامكم هي 24G بايت خلينا نقول فلاش كارد سلوت 24G شنو بايت فلاش كارد سلوت وهذا هو الكونسول يو اس بي تايب بي لان اند وان انترفيسز لان والوان الانترفيس اللي هي ار جي 45 تعتبر لان انترفيس واضح والسيريال هي تعتبر شنو One interface, بالضبط.
topic اللي هو 632 اللي هو router footer. هنا نتوقف، واضح؟ هنا نتوقف. هنا الـ put set files، خلنا نرجع put set files مثل ما تشوفون اللي هو ضمن الـ router put up، مثل ما تشوفون اللي هو file copied to the RAM during put up. هنا عندنا الـ init الخاصة بالـ operating system، قلنا الـ operating system يكون تنصيبه وين؟ ضمن الـ flash، ضمن ذاكرة يسموها الـ flash. تلاحظون أنه تتم عملية اللود للـ operating system من الـ flash ويعرض على الرام، يعرض على شنو؟ على الرام. كذلك اذا موجود عندنا نظام اخر، لان احنا ممكن ان ننصب اكثر من نظام على الراوتر. الان في رام تحتوي على الستارت اب كونفيج اللي هي الكونفيجريشن الدائميه، الكونفيجريشن الدائميه يسوون لها لود اللي هو اللود ستارت اب كونفيج، وكذلك ممكن من خلالها انه يتم تحميلها وهم ايش عرضها على الرانينج كونفيج على الرام، حتى يتم انه التعامل مع الراوتر. يعني هذا الراوتر بوت اب بروسيس. الراوتر بوت اب بروسيس شنو الخطوات حتى يشتغل الراوتر؟ تلاحظون انه رقاقة الروم عندنا مرحلتين، البوست الباور اون سيلف تيست يتم اللي خلينا نقول تنفيذ البوست، وكذلك البوت ستارت اللي هو البوت ستراب يتم من خلالها اللود البوت ستراب، وبالفلاش يتم ايش؟ والتي اف تي بي خلينا نقول سيرفر، طبعا بحاله هذا يكون سيرفر، لكن هو الغالب بالفلاش هو سيسكو انترنت وركينج اوبريتنج سيستم يتم تحميله، ولوكيت اند لود اوبريتنج سيستم يتم خلينا نقول وضع الاوبريتنج سيستم وعرضه على الرام. والان في رام والتي اف تي بي سيرفر والكونسول هي التعامل مع الكونفيجريشن. الان في رام والتي اف تي بي سيرفر والكونسول والرام نفس الشيء يضاف لها، هي تعامل مع الكونفيج، واضح؟ تعامل مع الكونفيجريشن، وكذلك يعرض هذه كلها تعرض على الرام اللي هو لوكيت اند لود كونفيجريشن فايل او شنو انت سيت اب مود. شو فيرجن اوتبوت؟ نقدر نتعرف على الفيرجن مال الراوتر من خلال شو فيرجن. هذا الامر ندخل على البريفليج مود، واضح؟ ونكتب شو فيرجن، ونقدر نعرف الراوتر الفيرجن مال الراوتر، الايمج مالته، الميموري مالته، وكذلك هاي الميموري، وكل ما يخص الراوتر من تفاصيل. وهاي يكون ضمن الشو فيرجن، تلاحظون انه تكنولوجي. سكشن خلينا نقول 6.4 كونفيجا اسيسكو راوتر. ضمن هذا القسم راح نتعرف، او الجزء راح نتعرف على الكونفيج انيشال سيتنج اون اسيسكو راوتر، شنو الاساسيات او السيتنج على السيسكو راوتر، شنو اللي الكونفيجريشن الاساسيه. كونفيجا تو اكتف انترفيس اون اسيسكو راوتر تو اكتف، وكونفيجا ديفايس تو يوز ذا ديفولت جيت واي، وكذلك device to use the default gateway، كيف ان الاجهزة تسوي خلينا نقول ترتبط بالديفولت gateway بالانترفيس بالنسبة للراوتر. configure initial setting، configure شنو initial setting ضمن هذا التوبيك. عندنا basic switch configuration steps، شنو البيسك؟ عندنا اولا configure the device name، كيف ان الكونفيجر ذا ديفايس نيم. عندنا الامر هوست نيم، مو هوست نيم، ونخلي الاسم اللي ضمن يا شو اسمه مود، هذا ضمن يا مود سكينه بالبريفليج، لا هذا بالجلوبال، ياخذوها قاعده جلوبال مود. شكو شيء يغير بالاعدادات بالاسم بانترفيس لازم بالجلوبال، خلي انترفيس